سيدي مقدم المار، يا ريت تطلعنا على آخر نشاطات وتوجيهات مديرية الخدمات الطبية. تفضل سيدي. أشكرك مرة ثانية أخي رائد مصطفى. كان هنالك نشاط مديرية الخدمات الطبية لهذا الأسبوعين المصرمين، تضمن العمل على إصدار بطاقة اللقاح الدولية وتسجيل الملقحين في مديرية الخدمات الطبية بالنسبة للمنتسبين وضباط وموظفي وزارة الداخلية على المنصة الإلكترونية. وحقيقة ممكن باختصار إجراءات البعض ما نعم. عنده تصور على بطاقة اللقاح الدولية. بطاقة اللقاح الدولية احنا وضحنا الحلقة الماضية وراح نرجع نوضح بكل بساطة، بطاقة اللقاح إذا سواء أي مركز تلقيح معتمد وزارة الصحة لقحت فيه أو كان المركز اللي تابع وزارة الداخلية، هذا سيكون من مسؤولية مركز رفع المعلومات المسطرة في هذه البطاقة على المنصة الإلكترونية. هذه المنصة الإلكترونية منصة عالمية، سيتم بعد رفعها على المنصة الإلكترونية تأتي رسالة، على يستلم المتلقي اللقاح رسالة على رقم هاتفه اللي مثبت في بطاقة اللقاح بموعد تلقيه الجرعة الأولى وموعد تلقيه الجرعة الثانية. جيد. هذه رسالة التأكيد سيتم من خلالها التوجه بعد ذلك إلى المراكز التي أعلنتها وزارة الصحة لإصدار بطاقة اللقاح الدولي، منها في مستشفى ابن القيف، أيضا في مستشفى مدير طب التمريض الخاص، وإحنا زودنا الإذاعة وزارة الداخلية بحقيقة بصورة تعريفية أو جيد. بوستر تعريفي عن هذه المراكز سواء يعني في يتوجه هناك من تجي الرسالة؟ نعم. من يتوجه هناك سيضطر أنه إلى دفع رسوم للدولة 30,000 دينار، ويستصحب معه صورتين خلفية بيضاء ونسخة من جواز السفر وأي نسخة مستمسك ثبوتي. خلال 24 ساعة إلى 72 ساعة سيتم إصدار هذه البطاقة الدولية. هذه البطاقة الدولية حقيقة ستكون فعالة في المطارات، ستكون فعالة في الدول الراغب بسفر لها. نعم دولية. نعم سيدي. من ضمنها يعني أعتقد مسألة العمرة، مسألة الحج الشهر الماضي أعتقد طبقوها ويا الأخوة المعتمرين العراقيين. فكان هذا الأسبوع المصرمين لنا عمل على هذا الموضوع في بالنسبة لوزارة الداخلية. إحنا وضحنا أنه الأخوة العاملين في وزارة الداخلية لهم خصوصية خاصة في مسألة رفع معلوماتهم الأمنية، فأصبح الموضوع بناء على رغبتهم. فندعو الأخوة الذي تلقوا اللقاح في مديرية الخدمات الطبية في مستوصف الشهيد علي إسماعيل إلى مراجعتهم بخصوص رفع هذه معلوماتهم لأغراض إصدار هذه البطاقة. أيضا كان تم وضع خطة لإسناد القطاعات المشاركة في تأمين المراكز الانتخابية من القوات الأمنية والمرابطات والدوريات المنتشرة، حيث شرعت قطاعات مديرية الخدمات الطبية ومن خلال مديرها الدكتور حسن فالح عرداوي بتنفيذ ممارسة أمنية خلال اليومين المصرمين لوضع آلية لإخلاء الطبي وتعزيز الكوادر الطبية. يعني سيدي أثناء الانتخابات راح تكون مفارز موجودة إن شاء الله. نعم. وإحنا حقيقة نسبنا أكثر من ضابط وسائق عجلة إسعاف إلى مراكز انتخابية في كرخ والرصافة، وأيضا بصدد التنسيق مع وزارة الصحة لغرض نشر هذه السيارات الإسعاف الفوري لتلافيا لحصول أي حالة لا سمح الله سواء لمنتسبين المرابطين في المراكز الانتخابية أو المواطنين. حقيقة هذا عرس انتخابي، فاحنا على قدر ان شاء الله المسؤوليه في تامين هذا العرس الانتخابي من الناحيه الامنيه وايضا التنسيق مع القطاعات الصحيه. ايضا سيتم العمل على فحص الاخوه العاملين او المنتشرين في تلك المراكز لضمان خلوهم من الاصابه من فيروس كورونا. تدري اخي مصطفى هؤلاء يعني مكلفين بالحمايه، مكلفين بالتفتيش، سيكون يعني التفتيش نوعا ما تلامس بالموضوع. نعم بالضبط. فمنعا للاختلاط والتلامس سيتم انه اخذ مسحه لهم خلال هذه الايام. ايضا كان نشاط خلال الفتره الماضيه تضمن في يوم 1/10 ذكرى انطلاق ثوره الشعب، مظاهرات الشعب للمطالبه بحقوقهم. فكان هنالك متزامن مع انتشار قوات حفظ النظام، كان هنالك انتشار للأخوة العاملين في قسم الصحة العامة وبخصوص تزويدهم بجرعة ثانية من اللقاح، وأيضا حدث خلال تلك ذلك الانتشار أيضا إخلاء بعض الأخوة الجرحى. ندعو الأخوة المواطنين دائما إلى التعاون مع الأخوة في قوات حفظ النظام. هذه القوة إخوان هي ليست لقمع أي شخص، وإنما هي لحفظ النظام، لتنظيم الحق الدستوري لكم والحماية. أحسنت أخي رائد مصطفى. نعم. بالحماية. فندعو كافة الأخوة المواطنين حقا احنا يعني ننهضم
نحزن من نشوف اخوتنا العاملين على حمايتها. حقيقه كان تنظيم جدا رائع من اخوان في حفظ القانون. فعلا كان تنظيم جدا رائع من قبلهم. فعلا هذا اهم ما كان نشاط خلال هذه الاسبوعين المنصرمين. وكل شكر لك اخي رائد مصر. شكرا جزيلا سيدي جنابك الكريم.